أبو الظواهر. صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. بين الملف الكيماوي للنظام السوري ومواقف حزب الله من دول الخليج تراوحت العناوين الرئيسية لصحف بيروت، والتي أبرزت أيضا تطورات ملفات الأمن الذاتي وتشكيل الحكومة وأيضا الأزمة الاقتصادية. هذه المواضيع وغيرها نتابعها اليوم مباشرة من الاستوديو مع أمين السر العام في الحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ ظافر ناصر. صباح الخير من جديد أستاذ ظافر. نبدأ الحلقة كالعادة صورة أو كاريكاتير اليوم لستافرو جبرة بصحيفة البلد، وتحت عنوان السفير الروسي في لبنان يؤكد وجود مظلة دولية للاستقرار في لبنان، وعلى أمد طويل رسم المواطن اللبناني حامل مظلة في جزء منها تالف والجزء الثاني تحته المجتمع الدولي بعده مبدئيا كأنه هناك مظلة. يعني الجزء الثاني بعتقد هو الأخطر، لأنه النتائج السلبية للأزمة السورية على لبنان بلشنا من فترة نلمسها بشكل أو بآخر يعني. ونحن كنا من بداية الأزمة عم نحذر وعم نعبر عن قلق وعن هواجس يعني من انتقال الأزمة السورية بشكل أو بآخر، سواء بإرادتنا أو بغير إرادتنا، بإرادتنا نحن كلبنانيين أو بإرادة يعني من له مصلحة بتصدير الأزمة، سواء النظام بسوريا أو غيره إلى لبنان. وهذا بيتطلب أنه إذا كان صحيح الكلام أن هناك مظلة دولية اليوم يعني لحماية لبنان بشكل أو بآخر، لأنه عم ينحكى بعض المعلومات أنه من ضمن الاتفاق أو التوافق الأمريكي الروسي أنه أي. تحييد لبنان عن الأزمة السورية، ولكن هذا ما بيعفينا نحن أنه نشكل مظلة داخلية على المستوى الداخلي اللبناني كقوة سياسية لبنانية لنكمل هذه الشمسية إذا صح التعبير وهذه المظلة، ونحمي لبنان من أي عواصف يعني بالمنطقة بتشكل خطر عليه وعلى مصالح اللبنانيين كلهم سوا يعني، بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم، وبغض النظر عن رأيهم بالأزمة السورية وموقفهم بالأزمة السورية، إنما هناك مصالح داخلية لبنانية مشتركة لازم نحن على الأقل نتفق عليها أو نعمل أرضية مشتركة لها. الكل يعلم بهذا الخطر بهذه دقة المرحلة، ولكن لحد الآن جهود على الأرض للتنفيذ للتطبيق ما ظهرت. الكلام عن موضوع هذه المظلة أنه قالوا نائب وزير الخارجية الروسي الذي زار لبنان أثناء مغادرته أنه هناك يعني في حال السير بالتسوية بشأن سوريا لبنان سيكون بوضع إيجابي أكثر، ولكن هذا الموقف الروسي وكأنه يتحدث باسم المجتمع الدولي، هذا الدور الروسي الذي طغى على أي دور آخر في المنطقة. ما في شك أنه يعني المصالح الروسية بالمنطقة مصالح تاريخية ومصالح استراتيجية ومصالح كبيرة يعني، وهي مش بس مصالح سياسية، هي أيضا مصالح مرتبطة بشكل كبير، مصالح اقتصادية أيضا يعني، مثل ما الأمريكان لهم مصالح بالمنطقة، وأكيد روسيا عم بتحاول بسياستها بغض النظر عن يعني الموافقة على هذه السياسة تجاه الأزمة السورية بشكل كامل أو لا، انتقادها ببعض المحلات بشكل أو بآخر، إنما أي عم تسعى روسيا بأن تحفظ نفوذ لها من خلال الأزمة السورية. وصار واضح أنه سوريا تحولت إلى يعني مسرح لصراع مصالح دولي كبير على الأرض السورية. هذا الصراع هو يعني بعتقد أنه يمكن ببعض المحلات نبلش نتفهم أنه هو منه صراع لا من أجل الشعب السوري من جهة، وربما ما يكون كمان البعض اللي عم بيحاول يحفظ النظام أو يحمي النظام أيضا هو من أجل كمان مصالحه يعني. التطمين الروسي لاستقرار لبنان كما جاء بعنوان صحيفة الجمهورية يكفي؟ يعني موضوع هو إيران، منطقة أخرى، روسيا، ماذا عن المنطقة الثانية؟ اللي بدي أقوله أنه هذا الدور الروسي بالمنطقة يعني بيتطلب ببعض، صحيح لأنه في مصلحة بحماية النظام السوري لروسيا، لكن كمان بيتطلب هذا الدور يعني دور إيجابي بحفظ أو بحماية يعني إذا صح التعبير كل الأمكن اللي ممكن هي تتأثر سلبا من هذه الأزمة السورية، لأنه إذا شظايا الأزمة السورية طاولت لبنان وطاولت الأردن وطاولت تركيا وطاولت، أكيد روسيا ما بعتقد أنا فيها تحمل هذا العبء عن النظام السوري، من أجل النظام السوري فيها تحمل هذا العبء الكبير اللي ممكن النظام السوري أنه يجر المنطقة لإله، أنه روسيا كمان تحمل يعني بالإضافة إلى العبء النظام نفسه تحمل عبء المنطقة كلها وتوتر بالمنطقة كلها وتشتت بالمنطقة كلها يعني فقط من أجل النظام السوري. لا، من أجل هيك أيضا هناك مصلحة روسية
بأنه يكون هناك استقرار بالمنطقة أو حد أدنى من يعني الخسائر اللي ممكن تنتج عن الأزمة السورية، وهذه مصلحة بعتبرها حيوية، يعني منا مصلحة عادية بالنسبة للروس، وهذا أيضا بيأمن لهم كمان دبلوماسيا على الأقل، سياسيا على الأقل بيأمن لهم علاقات مع هذه الدول، علاقات يعني روسيا بعتقد بحاجة لها وبتطلبها، سياسية اقتصادية وغيرها، سياسية اقتصادية وغيرها، وخصوصا في لبنان. بلبنان في هناك علاقات تاريخية للروس مع لبنان كدولة ومع لبنان كمجتمع كمان، بعتقد يعنيها الاستقرار بلبنان لروسيا، مثل ما لازم هذا الأمر يكون بيعني كمان المجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل عام. وشفنا موقف فرنسي كمان بالآونة الأخيرة، أو محاولة فرنسية لأنه يكون في شيء بمجلس الأمن من قبل فرنسا له علاقة مباشرة بالوضع اللبناني، يعني محاولة إصدار بيان يرتبط بحماية استقرار لبنان وبتحسين الاستقرار في لبنان. كمان بعض الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا أيضا يعنيون هذا الأمر. خلينا نستفيد، المهم بهذا الأمر أستاذ سلمان، خلينا نستفيد نحن من الكلام الروسي، وخلينا نستفيد من الموقف الفرنسي، وخلينا نستفيد من كل موقف عم بيقول نحن بدنا نحيد لبنان عن الأزمة السورية. ونجي نفتش، وخليني اعتبر انا انه هذه المواقف الدولية مرتبطة بمصالح، ما بدي اقول والله اني ضنينين فينا وحبا فينا وعواطفهم جيشة تجاهنا، بدي اقول هذه مصالح دولية عم بتحاول يعني تقول انه الاستقرار بلبنان هو مصلحه للكل. طب خلينا نحن نفتش عن مصلحتنا الداخليه كلبنانيين بظل هذا الجو. اذا بنحكي عن تحييد لبنان وتعزيز الاستقرار فيه، عم نحكي تداعيات ازمه سوريه على صعيد النازحين، على صعيد الاقتصاد، على صعيد الاجتماع، وايضا على صعيد الامن. الامن هناك خطه اليوم من الحكومه المستقيله طرحت من اجل تعزيز الامن، سواء موضوع بلديات او حتى تواجد الامني بالمناطق، لا سيما بالضاحيه الجنوبيه، في ضوء ما قيل عن امن ذاتي. اذا بدنا نقول كيف ممكن، يعني كيف ممكن تعزيز وجود الدوله، علما بالامس امبارح كتله وفاء المقاومه طلبت من الاجهزه الامنيه انه تفضلوا استلموا الامن، هل لانهم فشلوا، لانه المواطنين تضايقوا، او لانه فعلا اليوم فعلا هناك دعوه للقوى الامنيه؟ اولا استاذ سلمان، خلينا نرجع نعيد الاعتبار لمعايير اساسيه مرتبطه بنظرتنا للدوله، مرتبطه بموقفنا من الدوله كلنا كلبنانيين وكقوى سياسيه. علينا انه نرجع نتاكد وناكد من جديد ما في بديل عن الدوله، ولا بأي ظرف من الظروف في بديل عن الدولة. كلنا سوا جربنا الأمن الذاتي، وكلنا سوا جربنا أنه نحل محل الدولة ببعض المحلات، وكل القوى السياسية مرقت بهذا المخاض، ولكن كل هذه القوى اللي مرقت بهذه التجربة رجعت بلحظة من اللحظات سلمت أنه الدولة هي المرجعية الصالحة لحماية اللبنانيين، لتأمين مصالحهم ولرعايتهم. وما بعتقد أنا انه هذه القوى اليوم اللي عم بتحاول يعني تحت مبررات امنيه معينه، ربما بعضها مبرر، ربما بعضها بتتفهمه، يعني ما فيك كمان ما تقرا الواقع بعد التفجيرات ما تقول انه الناس مش خايفه، لا الناس خايفه في مبررات معينه، لكن هذه القوى نفسها ستكتشف بعد حين انه ضعف الدوله عم بيؤدي الى هذا الواقع الامني، وما في قوه سياسيه بتقدر تحل محل الدوله مهما كانت قوتها. مقتنع حزب الله برايك؟ ما بعرف اذا مقتنع ولا لا حزب الله بهذه يعني الخلاصه اذا صح التعبير، ولكن التجربه انا برايي ستؤدي الى هذه النتيجه، لانه ما في قوه سياسيه بتقدر تحل مكان الدوله، لا بالهيبه ولا بالفعل ولا بالامكانيات مهما كان. وهون اذا بتراقب بعض الاحداث اللي حصلت واللي هي ربما تكون غير مقصودة، بس حتى مواطنين مثلا بتتابع بالأخبار بعض المواطنين من الضاحية اللي صار معهم إشكالات، يعني مش من خارج الضاحية صار معهم إشكالات. المواطن بطبيعته لا يمكن أن يقبل حتى لو كان بأي قوة سياسية معينة، ضمنيا بيمتعد من أي دور لأي قوة سياسية تاخذ محل الدولة، لأنه بخلفيته المواطن يريد الدولة، مين مكان هذا المواطن؟ شو مكان فكره السياسي؟ شو مكان انتمائه السياسي؟ بخلفيته يريد الدولة، يريد دور الدولة، لا يريد أي دور آخر لأي قوة سياسية. وهون أنا عم بقول رغم يعني أنك أنت أحيانا بتتفهم بعض المبررات وبعض الدوافع لهذا الدور، وخلي كل واحد منا يحط نفسه
محل طبعا. الناس اللي موجودين يعني اذا نحن موجودين ببناية انا وياك استاذ سلمان وصار مشكل تحت بننزل نشوف شو بده يصير وبنحاول مع ابناء الحي نلعب دور يعني كيف نحمي لنقول مدخل البنايه هذا بطبيعته اللبناني بيعمله ولحد المساله ما لابد ما حدا يرجع ياخذ هذا الدور المساله هل هذا الامر هو سيتحول ليكون بديل عن الدوله او لا هذا الامر الاساسي وانا برايي موقف حزب الله بالامس الداعي للدوله انه تاخذ دوره موقف ايجابي يعني يجب ان يؤخذ بالاطار الايجابي بهذا الاتجاه لانه لا بديل عن الدوله ولكن عندما يتحدث حزب الله عن عجز هذه الدوله يعني نحن عملنا هذا الامن لانه الدوله عاجزه نعم اليوم كيف فجاه بتصير قادره ما الدوله عاجزه ما ليش الدوله عاجزه مين مسؤول عن عجز الدولة؟ مين؟ يعني كلنا سوا مسؤولين كلنا كقوة سياسية يعني ما في حدا أدى إلى عجز الدولة هيك يعني إجوا الطليان وهني سببوا بعجز الدولة مثل ما بيقولوا عنا بلبنان مزبوط ولا لا؟ يعني مش كل شيء الحق على الطليان ما نحن المسؤولين مين المسؤول يعني؟ مين المسؤول؟ كل واحد يفتش عن دوره بهذه الدولة بي 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 يعني ويحدد المسؤوليات مزبوط بيكتشف انه عجز هذه الدوله ما هي الدوله مين ما الدوله نحن كقوة سياسيه والدوله هي الناس والدوله هي المؤسسات والموظفين مين هي الدوله يعني الدوله مش هي شبح وانه في حدا غيرنا عم بيسبب بي خلينا نرجع بتشوف بهذا اليوم الامر هناك مراجعه يعني للمواقف انا برايي هذا الموقف مؤشر ايجابي يعني خلينا نكون موضوعيين وواعيين بهذا الاطار هذا الموقف ايجابي هذا الموقف ايجابي لانه كمان اذا الدوله بتنزل على الارض وبتطمن المواطنين بالضاحيه او بغير الضاحيه ما بعتقد انا كمان في حدا يعني هو هيك حاطط بذهنه او براسه او بخلفيته انه انا بكل الاحوال بدي اخذ مكان الدوله لا في لحظه خوف معينه في لحظه قلق من تفجيرات معينه بتؤدي الى هذا الامر وخلينا نستفيد من هذا الدور خلينا نستفيد من هذا الموقف يعني بالعكس خليه يؤخذ باطاره الايجابي ونركز عليه مش بس نضلنا يعني زاركين حالنا بزاويه انه حزب الله عمل حواجز هون وحزب الله نزل طبعا. حواجز هون في موقف ايجابي خليه يؤخذ بايجابي ولا بد من التعاون بين اي جهاز امني ومن اي مواطنين باي منطقه صحيح باي منطقه هذا الامن ايضا اللافت اليوم كان وفي اطار الاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي حول موضوع المنتسبين الى حزب الله او مناصرينه او متعاونين معه امبارح كان موقف وصفته صحيفة المستقبل أنه يصر حزب الله على ما يبدو على استكمال تخريب علاقات لبنان مع دول الخليج العربي وإلحاق الأذى باللبنانيين الموجودين هناك بغض النظر عن الأكلاف والتبعات وهذا ما إجا امبارح ببيان الكتلة كأنه تحذير لهذه الدول الخليجية وشمل كل اللبنانيين في هذا الإطار علما دول الخليج حددت من المقصود في هذا يعني الموقف هل برأيك هناك فعلا تحذير او انه تخريب اكبر للعلاقات الموقف يعني خليني اقول انا مشاركه حزب الله بسوريا لتكون الامور واضحه وهي طبعا. هي واضحه يعني لحتى لي ما نلبس كفوف بالامور مشاركه حزب الله بسوريا ما في شك كونت راي عام سلبي على مستوى المنطقه ككل يعني ضد هذه المشاركه ولا سيما الموقف الخليجي اللي هو سلبية الموقف الخليجي من أو رفض الموقف الخليجي من مشاركة حزب الله بسوريا يمكن هو الأكثر تأثيرا علينا لأنه في شريحة كبيرة من اللبنانيين موجودين بالخليج يعني هن بيعيشوا وهن بيساهموا أيضا بمردود لبأس فيه يعني بيعود على اللبنانيين اللي هن موجودين بلبنان أهلهم وغيرهم يعني المردود الاقتصادي للبنانيين كبير بالخليج ف ما في شك انه هذا الموقف المشاركة حزب الله والموقف السياسي الخليجي بده ينعكس سلبا علينا بده ينعكس اقتصاديا وبده ينعكس سياسيا وهذا امر يعني بعتقد ونحن كنا واضحين جدا برفضنا لهذه المشاركة برفضنا لهذا الانخراط في سوريا الانخراط العملي الانخراط الميداني الانخراط العسكري واللي برأيي انا نتائجه يعني ما حتقتصر على المرحلة اللي نحن عايشينها نتائجه رح تروح لزمن كتير بعيد مش بس على المستوى السياسي اللي أهم من هيك على مستوى بالبعد المذهبي والطائفي اللي أخذته شكل الصراع اليوم بالمنطقة بده يترك يعني تداعيات سلبية لزمن كتير بعيد وهذا الأخطر بالأمر لأنه هذه العلاقات السياسية ممكن ترممها بين دولة ودولة بعلاقة فوقية
إنما العلاقة بين الناس وشرائح المجتمعات العربية هي الأهم. هي الأهم ومش بالسهل ترجع ترممها. وأنا كتير عم بسمع حتى من لبنانيين موجودين بالخليج، حتى من لبنانيين موجودين بمصر، حتى من لبنانيين موجودين بأكثر من دولة عربية، في رأي عام رافض لهذا الأمر اللي عم بيتم بسوريا من قبل بعض الأطراف اللبنانية. وبالتالي يعني بتسمع كلام عم ينحكى بطريقة جدا مقلقة على المستقبل مش بس حاليا، علما أنه دول الخليج حددت يعني من المعنيين، ولكن حزب الله بكلامه وكأنه يحتمي باللبنانيين من دول الخليج، ولكن هناك تحديد مش الكل. خليني أقول صحيح، يعني أنا بشوف يعني هلا ما بعرف كيف دول الخليج ممكن تحدد هالاشخاص، كيف هي ممكن يعني بمعلوماتها باستخباراتها كيف ممكن هي تحدد هذا الاجراء، وهيدي مساله يعني جدا دقيقه لانه ممكن ينطال فيها مواطنين ما لهم عليها. وكيف انت ممكن كمان توصف الشخص اللي هو مرتبط بحزب الله او اللي هو جزء من حزب الله او هو اللي عم بيساهم بعمل عسكري ما بسوريا مرتبط بحزب الله؟ مسألة يعني ما فينا لا نعمم فيها ولا بنفس الوقت نقول في عنا شخص اثنين ثلاثة أربعة هودي هن اللي رح ينطالوا بهذا الأمر. لكن يعني بعتقد أنا دول الخليج لطالما كانت حريصة على اللبنانيين بالخليج وعلى دورهم وعلى مساهمتهم بالاقتصاد الخليجي، ولطالما حمتهم. وهون اسمح لي، مش صحيح الكلام انه المسألة دول الخليج عم تتعاطى فيها بشكل طائفي بحت، مش صحيح. انا بعرف في ناس كتير يعني ينتمون للطائفة الشيعية عم بيشتغلوا بالخليج وشغلهم ماشي بشكل طبيعي. أيوة. إن كانوا موظفين عاديين أو إن كانوا رجال أعمال أو إن كانوا وهون بعتقد مهم تاخذ هذا الطابع التعميمي المسألة بالخليج، هو مهم جدا. هو الخوف لأنه الجانب الأمني تداعياته لبنان تركيا الأردن أيضا إلى الخليج هنا بعض الحراك، وبالتالي لابد من ضبط الأمن في هذا المناطق. صحيح. موضوع آخر بإطار مساعدة لبنان وحماية لبنان هو الملف اللبناني إلى نيويورك مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور، أيضا حيكون في ضمن الوفد الذي يرافق رئيس الجمهورية. تقول صحيفة النهار أنه اللمسات الأخيرة جارية لإعداد يعني ورقة العمل التي سيحملها رئيس الجمهورية لمؤتمر الدعم أو المجموعة الدولية لدعم لبنان، وأوضحت أنه الرئيس سليمان هذا الموضوع ما بينحصر فقط بموضوع اللاجئين السوريين كما يتردد، بل أنه هو أحد بنود هذا المؤتمر وهي دعم الاقتصاد اللبناني، مؤسسات الدولة ومنها مؤسسات الجيش، أيضا موضوع دعم الاستقرار وترسيخ ودعم لبنان في تحمل أعباء اللاجئين السوريين. إلى أي مدى هذا المؤتمر رغم إعداد لبنان الجيد له قد ينتج خطوات على الأرض برأيك؟ يعني ما بعتقد في شيء مضمون بهذا الاتجاه يعني. لأنه في تجارب سابقة بمؤتمرات أقليمية ودولية إلى علاقة بالنازحين مجرى مؤخرا، وحتى يعني. الآن يعني لم يصل إلى لبنان إلا ما يعني إلا القليل من المساعدات بكل صراحة. وهذا يعني المجتمع الدولي تأخر بهذا السياق، تأخر كثيرا مع طبعا بعض التقديمات من بعض الدول اللي مشكورة، إنما العبء ملف النازحين على الدولة اللبنانية كبير جدا. وامبارح شفنا يعني بلامبلي بعد لقائه مش عارف اذا بلامبلي او السفير الامريكي التقى الوزير بوفعور وقال انه الملف النازحين هو يفوق قدرات الدولة اللبنانية. وبالتالي على المجتمع الدولي انه يتخذ قرار بشكل حاسم وبشكل سريع لتقديم المساعدات اللازمة، خصوصا اذا ان هذه الأزمة مداها طويل بسوريا وتدفق النازحين سيستمر، لانه الكلفة كبيرة جدا. يعني تقدر كلفة حتى الآن الكلفة اللي اذا اردت ان تعيد الامور الى ما كانت عليه بالمؤسسات وبالبنية التحتية اللبنانية ما كانت عليه قبل قدوم النازحين السوريين إلى لبنان، كلفتها بحدود 2.7 مليار على الخزينة اللبنانية، وهذه مسألة منه رقم طبيعي. بالإضافة إلى الـ يعني الـ 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 إذا بدنا نقول النتائج السلبية على مستويات عدة اللي لها علاقة بالبطالة، اللي لها علاقة ببعض المؤسسات الاقتصادية الصغيرة لغيره. وهون يعني كمان لحتال تكون الأمور واضحة، ما حدا يعتبر أنه إذا عم نحكي عن بعض الـ يعني عن نتائج أو عن أعباء ما لملف النازحين
أنه نحن بلحظة من اللحظات ممكن أنه نغض النظر عن أنه هذه مسألة إنسانية، وهذا أمر لحتال يكون واضح. صحيح نحن نتفق مع البعض أنه هذا الملف أعباءه كبيرة على الدولة اللبنانية، لكن كمان ما فينا نقول أنه نتيجة هذا العبء الكبير تعوا نسكر الحدود وبالتالي نتعاطى مع السوريين رجعوا إلى خلف الحدود، أو نفلل هلأ النازحين من لبنان ورجعوا إلى لحتال تعيشوا تحت آلة القتل والدمار بسوريا بهذا الشكل. في موضوع ضبط الحدود. نعم، موضوع الضبط نحن طرحناه من البداية. أيوة. بكل صراحة وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ وائل بوفعور طرح موضوع ضبط هذا الملف من خلال مخيمات وعدد من القوى السياسية وفقتنا الرأي بهذا الإطار. طيب، رفضت فكرة المخيمات، فكرة المخيمات اللي أنت بتضبط فيها عدد النازحين، اللي أنت بتضبط فيها الموضوع الأمني مساعدات، صحيح، واللي بتضبط فيها موضوع المساعدات، وبالتالي بتنظم موضوع النازحين بشكل كبير جدا. طيب، رفضت هذه الفكرة وانتشر النازحين السوريين على مختلف الأراضي اللبنانية. أيوة. وطلعت الأصوات، بلشت تحكي عن حالات أمنية هون وحالات اجتماعية طبعا. هون وحالات اقتصادية هون. طيب، ما لو تضبط هذه الأمور من البداية ما كنا وفرنا على أنفسنا الكثير من المشاكل اللي بلحقوا بعض عم نحكيها. النقطة اللي عم تنطرح بلحقوا طبعا. ايه. طبعا بلحقوا، بس بدها قرار سياسي. ايوه. وبدها القوى السياسية كلها سوا تساهم بهذا القرار. ومسألة المقارنة بين أنك تعمل مخيمات للنازحين السوريين والمخيمات الفلسطينية، ما في مجال للمقارنة هون بين الأمرين بكل صراحة طبعا. يعني المسألة منا مسألة شبيهة على الإطلاق. الفلسطينيين طردوا من أرضهم وسلبت أرضهم وأقيمت دولة معتدية غاصبة لأرضهم، بالتالي مسألة عودتهم إلى هذه الأرض مسألة معقدة وصعبة جدا. لكن بالنسبة للسوريين هناك حرب داخلية يعني بين السوريين أنفسهم، ولابد ما تنتهي ويرجعوا السوريين إلى أرضهم. بإطار موضوع المساعدات، أيضا المجتمع الدولي يتردد ويشكك في قدرة الدولة اللبنانية بسبب موجود يعني في غياب للمؤسسات، هذا التدخل بالصلاحيات بغض النظر عن الجهود التي يقوم بها الوزير بوفعور، يترددون في تقديم مساعدات لأنه هناك خوف أنه ومن تروح المساعدات، ما في تنظيم لهذا الملف. يعني للأسف في جزء من هذا الملف، يعني بالإضافة لدور وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل أساسي، لكن هناك دور أساسي كمان لليو أن بكل صراحة، يو أن اتش سي آر تحديدا، اللي هي أيضا عم تتعاطى مباشرة بهذا الملف. ومش كل المساعدات اللي عم تقدم للنازحين عم تمرق عبر وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون واضحة. هناك نعم هناك يعني ان جي اوز عم تهتم بهذا الأمر بشكل أو بآخر بالتعاون مع اليو أن بشكل أساسي، وبالتالي عم بيكون هون دور وزارة الشؤون الاجتماعية هو دور يعني إذا بدك متعاون مع هيدي تسهيل الأمور قدامها، ولكن منه بكل الحالات وزارة الشؤون هي صاحبة القرار لا بتوزيع هاي المساعدات ولا بطريقة توزيعها. مطلوب من لبنان بعض الشروط لحتى نقدر نأمن. نعم. أيضا وكلنا سوا بنعرف هاي الأمور بلبنان كيف بتندار بس تنزل على الأرض. صح. كلنا بنعرف يعني، لكن بقدر بقول أستاذ سلمان بدور وزارة الشؤون بهذا الملف، بالدور اللي عم تحاول تلعبه بظل كل هذا الواقع بالآخر. نعم. هذا الواقع ما فيك تغيره بكبسة زر. نعم. لكن عم تقدر تلعب دور بأكبر قدر ممكن من تنظيم الأمور وضبط الأمور وتخفيف من إذا بدك الفوضى فيها. نعم. بأكبر قدر ممكن، لكن نحن بنعرف نحن بالآخر بلبنان كيف الأمور هذه مثل ما عم بقول بدون ما نفصل فيها كيف بتتم على الأرض. لابد ما نحكي بما أنه الموضوع دولي وأقليمي مفاوضات بعيدة عنا، يمكن التحليل يكون مختلف عما يجري، ولكن أستاذ علي الأمين بصحيفة البلد تحت عنوان المعارضة السورية ضيعت النصر بيحكي عن موضوع الضربة الأمريكية ما تزال قائمة على الطاولة في حال تم التراجع عن التزامات الرئيس الأسد أو النظام بموضوع الكيماوي، وبكاريكاتير حبيب حداد رسم مبنى الأمم المتحدة بنيويورك تصاعد منه صوت يقول قتل إنسان بالكيماوي جريمة لا تغتفر، ويرد عليه آخر أنه قتل شعب بغير الكيماوي مسألة فيها نظر. نيحة يعني للأسف بكل ما يجري اليوم، كل ما يجري حتى مسألة المفاوضات الروسية الأمريكية وما يحكى عن تسوية روسية أمريكية، بعتقد أن أهم يعني الشعب السوري اليوم بمعزل عن المصالح الدولية، بمعزل عن تسويات الدولية، بمعزل عن الاتفاقات الدولية. نعم. أهم يعني الشعب السوري هو أنه هذه آلة القتل والإجرام والذبح بحقه كيماوي أو غيره توقف.
أيوة. سواء كانت كيماوية أو غير كيماوية، يعني 1200 بالكيماوي بس في 120 ألف مش بالكيماوي بالآخر بسوريا، صحيح ولا لا؟ وبعتقد أنا أنه الحل السياسي هو يعني هو اللي راح يكون بنهاية المطاف بسوريا، هو راح يكون مسار الأزمة السورية، هو حل سياسي. هلأ ملامحه عم تسمع كثير من التحليلات، كثير من التأويلات، سواء جنيف 2 أو غيره بين الأمريكان والروس، لكن الحل السياسي هو بعتقد المسار اللي ممكن أنه ينقذ سوريا بأسرع وقت من حالة الدمار والحرب اللي هي فيها. هلأ حتما أي حل سياسي لا يمكن أن ينجح في سوريا إذا قلنا أن هذا النظام سيكون لو ب1% من مستقبل سوريا. هذا النظام أصبح من تاريخ سوريا، علينا أن نفتش عن البدائل، نعم، بحل سياسي يرضي طموح الشعب السوري قبل أي شيء آخر. ولا يمكن أن ينجح أي حل سياسي إذا ما كان عم بيلبي طموحات الشعب السوري. علما بموضوع الضربة الأمريكية، قيل أنه النظام انتصر لأنه رد الضربة، الكلام اليوم الضربة ما زالت قائمة على الطاولة في حال ثلاث نقاط. وبالتالي البعض هون حتى المواقف الضربي الداخلية بتعلى في حال وقفت الضربة أو لا. لو تحصل الضربة بدك تشوف أنه كمان النظام بسوريا انتصر، يعني وهذه يعني هذا نوع من الخطاب تعودنا عليه، يعني لا هو واقعي ولا هو عملي. إذا انتصر ليش وافق على التخلي عن الكيميائي؟ يعني كمان سؤال مطروح. رح نتابع معك أستاذ ظافر هذا الحوار بموضوع الحكومة بالملف الداخلي، مبادرة الرئيس بري، وحيكون معنا اتصال هاتفي مع النائب جمال الجراح بعد التوقف لهذا الاستراحة. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت. أستاذ ظافر، معنا اتصال هاتفي مثل ما ذكرنا قبل الاستراحة مع النائب الدكتور جمال الجراح. دكتور جراح صباح الخير. صباح النور. نعم، ديك أكثر من موضوع، ولكن رح أبدأ بموضوع الحكومة أو الحوار ومبادرة الرئيس نبيه بري. في تجاوب مع هذه المبادرة أم أنه هناك نوع من التحفظ؟ يعني بالمبدأ نحن مع أي مبادرة حوار، لأنه فعلا الوضع في لبنان كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو المالي بحاجة للخروج من الواقع الموجود إلى رحاب أفضل يراعي مصالح الناس ولحمة عيش المواطنين. من هون نحن كان ترحيبنا بمبادرة الرئيس بري من منطق حرصنا على الحوار الدائم والتواصل الدائم مع كل اللبنانيين ومع كل الأفرقاء اللبنانيين في سبيل الخروج من المأزق اللي بنعيشه. لكن بنفس الوقت هناك تجارب عديدة على طاولة الحوار وجولات عديدة من الحوار لم يلتزم حزب الله بأي من هذه المقررات، ولم يلتزم بتنفيذ أي بند تم الاتفاق عليه، حتى اتفاق الدوحة وال 1701 بمعنى القرار الإقليمي والدولي لم يجعل حزب الله يلتزم ببنود اتفاق الدوحة أو بمندرجات ال 1701. من هون نحن عم نقول أي حوار يكون له ضمانة معينة أن ما يتفق عليه ينفذ نحن نرحب به، والرئيس سعد الحريري عبر عن هذا الأمر بكل وضوح. سنلبي الدعوة إلى الحوار عندما يدعينا فخامة رئيس الجمهورية لنجلس مع الآخرين. لكن نحن عم نشوف أنه الحوار هو لتقطيع الوقت بالوقت اللي فيه أولويات للمواطن اللبناني وللمؤسسات اللبنانية وللمؤسسات الأمنية تحديدا، هي تشكيل حكومة اللي أمطرت بسيل من العراقيل من الثلث المعطل إلى مقولة الجيش والشعب والمقاومة إلى موضوع الأوزان، وخد تقريبا هلأ قديش بدك موازين تستعمل لتشوف كل واحد شو وزنه وشو حجمه. يعني أدخلونا في متاهة تعطيل تشكيل الحكومة بمعنى لا وجود للمؤسسات الدستورية. أيضا يعني مبادرة الرئيس بري عندما يتحدث عن تشكيل حكومة على طاولة الحوار، هناك في نوع من الابتعاد عن الدستور اللي بنص صراحة أن الحكومات تشكل بالاتفاق ما
بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. أيضا موقف حزب الله قاله مبارح كتلة وفاء المقاومة قتلت معطل الشعب والجيش والمقاومة، من هون الكلام إلى أي مدى الرئيس بري عنده تفويض من حزب الله لقطع خطوط ما وبالتالي تكون هذه المبادرة جدية؟ ومبارح النائب ميشيل المر لما التقى الوفد بيقول أنه في تكامل مع الرئيس بري ورئيس الجمهورية، مش أنه هذه المبادرة تعارضه. يعني أولا رئيس المر كان عم بيحاول ينبه بلطف وعلى بأسلوبه اللطيف أنه يريد أن تكون هذه المبادرة الحوارية برعاية وظل وموافقة فخامة رئيس الجمهورية، لأنها المكان الطبيعي للحوار. عبر عنها بطريقته بأخلاقه العالية وقال أنه في تكامل. لكن رئيس بري رحب بمبادرته من حزب الله، وفي اليوم التالي أمطرت الحكومة بالشروط اللي تحدثنا عنها. بمعنى آخر ليس هناك بالفعل موافقة من حزب الله على مبادرة الرئيس بري. نعم. عندما يعني كان الأجدى بحزب الله أن يبقي هذه الشروط أو هذه المعطيات ليطرحها على طاولة الحوار إذا كان موافق بالعمق على مبادرة الرئيس بري وليس في الإعلام واستباق طاولة الحوار بالشروط. كان الأولى به أن يعني يبقي هذه الأمور حتى انعقاد طاولة الحوار إذا كان لابد من تشكيل الحكومة على طاولة الحوار. اللي برجع بقول لك نحن نتحفظ كبير التحفظ على هذه المسألة. أنا أقول إنه رئيس بري كان ممكن إنه يبدأ في مكان آخر، يبدأ بتعديل جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي ويعيد تفعيل المؤسسة الأم التشريعية الأم في البلد، وينطلق من المجلس النيابي لطرح أفكاره داخل المجلس النيابي بهذا الاتجاه. نعم. أيضا إذا بدنا نحكي بموضوع آخر، كيف الاتصالات بالبقاع قويت بعد الصيانة التي أجراها حزب الله بمنطقة زحلة؟ يعني ولاحظت الأستاذ زحلة نحن يعني بعتقد أنه الشبكة الوحيدة اللي ماشي بالبقاع هي شبكة حزب الله، لأنه بقية الشبكات لو كنا عم نحكي هلأ من البقاع كان قطع الخط 3-4 مرات. في شبكة حزب الله ماشي، بس هيدي حصرا استعمالها على حزب الله. طيب ولكن استاذ جمال يعني بيحتار المرء معكم، اذا الدولة ما عم تعمل صيانة حزب الله عم يعمل صيانة، اذا الامن الدولي عاجز يقوم حزب الله بهذا الامن، شو بدكم اكثر من هيك بعد؟ ليش عم تكبروا هذه القضية اكثر ما هي؟ يعني انت عم تقول انه الدولة فوضت امورها الى حزب الله، فلشو طاولة الحوار لكانه شو حكومة؟ فليكون التفويض شامل لحزب الله بكل ما يختص اللبنانيين وحياة اللبنانيين ومستقبلهم ومؤسساتهم وأمنهم واستقرارهم وننتهي من هذا الموضوع. طيب. النائب الدكتور جمال الجراح عضو كتلة المستقبل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. استاذ ظافر، اتصالات منيحة يبدو بالبقاع. أنا صار لي أسبوعين ما طلعت على البقاع. خلص هلا ظهرت من الموضوع. هذا الأسبوع طالع بنشوف الاتصالات كيف تصير. بموضوع الحكومة في كلام اليوم بالنهار إنه كان ممكن لرئيس يعني الجمهورية، يعني هذا الموضوع بس لحتى لما نبين إنه عم ناخذه عم نسخفه أو عم ناخذه بالشخص، هذا جزء من المشكلة الكبيرة اللي مطروحة، يعني علاقة بعض القوى السياسية بالدولة وعلاقة الدولة ببعض القوى السياسية والموضوع الأمني وموضوع المقاومة وسلاح المقاومة. يعني ما هي جزء من موضوع إشكالي بالبلد بين يعني أقله هناك انقسام، يعني نصف اللبنانيين مع هذا الأمر، نصف اللبنانيين ضد، نصف اللبنانيين يبرر ونصف اللبنانيين جنرال عون نعم رجع الموضوع إلى مكان آخر. نعم. فهذا جزء من المشكلة الكبيرة. نعم. اللي هو موضوع يعني إشكال وطني بين اللبنانيين. نعم. لا يمكن حله إلا عبر الحوار بالبلد، وتكون الدولة هي مستلمة على الأرض وتتابع شؤون الناس. هذا أمر محسوم. الدولة هي المرجعية الأساسية، يجب أن تكون. نعم. في كل زمان ومكان. نعم. كان ممكن كما جاء بالنهار أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام إعلان أو أنه عنده تشكيلة جاهزة للحكومة قبل سفر رئيس الجمهورية إلى نيويورك، ولكن من خلال المواقف التي ظهرت ومبادرة الرئيس بري وغيرها من المبادرات ولمنع حصول إشكال كما جاء يعني بالبلد كما جاء في صحيفة النهار، تم إرجاء الأمر لحين رواء الأمور أكثر. نعم. شوف السيد سلمان، نحن طبعا موقفنا بما يتعلق بالصيغة الحكومية أو بما يتعلق ب
التشكيلة الحكومية واضح منذ تكليف الرئيس تمام إسلام. نحن من البداية حكينا عن حكومة وحدة وطنية، عن حكومة جامعة، عن حكومة تتمثل فيها كل القوى السياسية، لأنه الخلاف السياسي سواء كان الخلاف الجوهري الكبير أو الاستراتيجي على الموضوع السوري أو الخلافات السياسية الداخلية، يعني لا يمكن الوصول إلى حلول لإلا قبل تشكيل الحكومة. أيوة. صحيح أو لا؟ اثنين، نحن عم نمر بمرحلة كلنا سوا قلقين من تداعيات ما يجري حولنا على الواقع اللبناني، وكل القوى السياسية عم تحكي عن استقرار، عم تحكي عن حماية السلم الأهلي بلبنان، عم تحكي عن تقطيع هذه المرحلة بأقل الخسائر، أقله أنه نقطع هذه المرحلة بدون ما نحن نفوت أو ننجر إلى لا سمح الله حرب أو صدام أو تفجير على المستوى الداخلي. طيب، هذا الأمر بيتطلب أنه أنت يكون فيها حكومة ما تفجر لك أزمة جديدة بالبلد بعد ما تشكلها، أقله هي عملها تلم الوضع. يعني بدك تعمل حكومة تخفف الخسائر، مش حكومة تيجي تعمل يعني أعباء جديدة ومشاكل جديدة لحد هلا ولا. وهذا الأمر ما ممكن أنت تجي اليوم تشكل حكومة في فريق مثل فريق حزب الله براته، أو تشكل حكومة في فريق مثل تيار المستقبل براته بصيغة تحدي، يعني أنه أنا شكلت حكومة بدونك بهذه الصيغة. أي بدك تاخذ اليوم البلد على مشكلة، الكل يشارك. نعم. هذا الكلام خلص أنه بالتالي خلينا بلحظة ما قطع هذا الكلام. أيه. بعد منا يعني بالمرحلة الأخيرة بمرحلة الأسبوع الماضي رجع تعدل المزاج، مزبوط. رجع تعدل الكلام عن مشاركة حزب الله أو عدم مشاركة حزب الله. لكن خليني أقول أنا الأساس إذا بدنا نحن أولويتنا تكون الاستقرار، بدك حكومة جامعة، هذا الأساس. خلينا نتفق على هذا المبدأ. اثنين، أي اللي عم بيعيق تشكيل الحكومة هو الشروط والشروط المضادة. أيه. هناك شروط في شيء من الاستحالة بين يعني انك تحققه داخل هذه الحكومة او توفر هذه الشروط لاصحابها داخل هذه الحكومة، وهذا لازال عم بيعيق عملية التشكيل. المشاورات مستمرة، نعم، النقاش مستمر، نعم، لكن اي حكومة ستقصي فريق من الفريقين بطريقة يعني بطريقة فيها شيء من التحدي والإقصاء، انت راي على مشكلة، بعتقد ما فيك تمشي بهيك حكومة بالبلد. وهذا أمر بده انتباه وبده يعني إدراك له قبل ما نوقع الكلام اليوم. يعني أيضا في رأي الأستاذ أسعد بشارة بالجمهورية أنه حكومة تصريف الأعمال باقي لحين وصول للانتخابات الرئاسية، وبالتالي هذه الفترة ستمر كما يعني أقله هذا الكلام. نعم. يعني في شيء من الواقعية باللحظة اللي نحن فيها، الأفق مسدود. الأفق. نعم. مسدود حتى اللحظة ما مبين في. نعم. أفق بهذا الوقت السريع أنه تتشكل حكومة. مثل ما ذكرنا الاتصالات والمشاورات مستمرة، تحرك للنائب جنبلاط كان قبل وفاة والدته السيدة مي، كان هناك تحرك على مع الرئيس بري وعلى أيضا القيادات. بالأمس مبارح كان له جولة النائب جنبلاط ومعه النائب طلال الأرسلان بإطار شكر لرئيس الجمهورية. يعني للرئيس المكلف بحسب المكلة. ما أعرف. نعم، هو. نعم. بإطار الشكر، شكر لي يعني بعد التعازي بوفاة والدة الرئيس ست ماي جنبلاط. نعم. وبهذا الإطار اللي ما تخطى الأمر، ما كان هناك اتصالات مشاورات بإطار. أعتقد أنه يعني هي زيارات شكر، وأعلن. نعم. أعلنت بالإعلام أنه هذه زيارات شكر عقب التعازي وعقب وفاة الست ماي جنبلاط. ولكن سيكون هناك تحرك مقبل لا شك. لا، نحن بالمشاورات المرتبطة بالمسألة الحكومية مستمرة، لم تتوقف يعني. لم تتوقف على الإطلاق. نحن عم نقوم بمساعي حثيثة بجهود كبيرة جدا، بحركة بين كل القوى السياسية وبالتواصل وبنقاش وبتشاور حول موضوع الحكومة. لم يتوقف يعني على الإطلاق، وهو مستمر بالمرحلة اللي جاي بالتأكيد، لأنه بالنسبة لنا الأولوية هي الاستقرار الداخلي بهذه المرحلة. نعم. كلنا سوا بنعرف أنه لا يمكن اليوم إنجاز تسويات كبيرة على العناوين الخلافية الكبيرة بين اللبنانيين. خلينا نروح على يعني أرضية مشتركة بالحد الأدنى، أرضية مشتركة بالحد الأدنى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. نعم. الكلام اليوم عن موقف النائب وليد جنبلاط، لأنه يعتبر هذا المحور إذا صح التعبير الذي يقيم بين موازين القوى بين كل الأطراف. شوف أستاذ سلمان، هذا الأمر يعني من بداية ما بلش يعني يحكى عن موقعنا الوسطي بالبلد ككل. نعم. وعن دورنا بهذا الاتجاه،
يعني صارت اتخذ التفسيرات حول كأنه نحن نبحث عن دور لنا باللعبة السياسية الداخلية. آخر شيء نحن قوة سياسية عريقة تاريخية، لنا وجودنا، لنا شريحتنا الشعبية، لنا مواقفنا، لنا توجهاتنا، لنا خطابنا، لنا رؤيتنا بأي مرحلة من المراحل. لكن بصدق الدور الذي استطعنا أن نلعبه بهذه المرحلة استطاع أن يجنب البلد الكثير من الأزمات. نعم. بغض النظر شو بيقولوا الآخرين عن هذا الدور، مش حماية الطائفة الدرزية، شو بيقولوا هذا قيل، يعني هذا قيل. هذا نعم. هذا واحد منهم، واحد يعني من الأمور الأخرى اللي قيلت أنه نحن بدنا نلعب دور يعني الكل يكون بحاجتنا، الكل يكون يرجع لنا إلى آخره. هذا في شيء من التسطيح اليوم لما أنت عم تمر بمرحلة تاريخية، عم تمرق بأزمة سياسية كبيرة على مستوى المنطقة إلى تداعياتها عليك، وانت عم بتقول انا اولويتي الاستقرار، اولويتي حمايه اللبنانيين، اولويتي حمايه السلم الاهلي. هذا كلام نحن قلناه، مبادرتنا اللي اطلقناها من اجل الحوار من سنه تقريبا. نعم. من سنه تقريبا. البعض طلع يقول انه مين عم يحكي هلا بالاستقرار لشو فيه، يعني انه شو بده يصير. ايوه، مش هيك؟ البعض كثير يقول انه شو مبادره عنوانها استقرار وسلم اهلي، و الكل هلا رجع لنفس الخطاب، لانه الكل وصل. نعم. لمرحله حذرنا منها نحن من سنتين. نعم. حذرنا منها من سنتين ونص، وبالتالي الدور السياسي اللي استطاع أن يلعبه الرئيس وليد جنبلاط والحزب هو حماية الاستقرار، حماية السلم الأهلي، حماية اللبنانيين. هذا الهدف الأول والأخير اللي كان. هذا بيعطي حجم سياسي هون، مستمر. بيعطي حجم سياسي هون. هذا بحث آخر. نعم، هذا مستمرين فيه، لأنه هذا لا أولوية تعلو هذه الأولوية بهذه المرحلة. وهذا أمر، هذا موقف وطني منه موقف بيحمي طائفة، وهذا موقف لبناني منه موقف بيحمي منطقة. هذا موقف بيحمي كل اللبنانيين من كل الطوائف ومن كل المشارب ومن كل الاتجاهات السياسية. أستاذ ظافر، رح نتابع معك هذا الحوار والقسم الأخير من كلام بيروت بعد التوقف لهذا الاستراحة. ابقوا معنا مشاهدينا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. استاذ ظافر، رح نتابع الشق الاقتصادي، حكينا تداعيات وحكينا ازمات، ولكن لابد من اخذ راي المعنيين بهذا الامر يلي اضربوا. عاده كانوا يوقفوا ضد الحكومه، اليوم عم اضربوا بدهم حكومه. رئيس جمعيه تجار بيروت استاذ نقول شماس، صباح الخير. صباح الخير استاذ سلمان، وصراحه صباح الخير لضيفك الكريم استاذ. نعم. صباح الخير استاذ نور. اليوم بالانوار عنوان بالاحمر، جمعيات التجار مهددون بانهيار قريب ومؤشرات مخيفه لخطوره الازمه، علما في كلام لحاكم مصرف لبنان انه الليره ماشي الحال وبعد قادرين نكفي هيك، الى اي متى؟ هون كلام حاكم مصرف لبنان دقيق 100%، لانه في هو امرين بلبنان، في اقتصاد. نعم. المال والمصارف، وفي من ميل آخر اقتصاد الحقيقي، القطاعات الانتاجية. هذا بكل دول العالم، بس اليوم حقيقة صار في هو كتير كبيرة بلبنان بين هالاقتصادين. الاقتصاد تبعنا، الاقتصاد المنتج ورأسه القطاع التجاري، المعاناة اللي عم تذكرها اليوم صحيفة الأنوار لا مبالغة فيها على الإطلاق. أيوة. نحن كنا بلجنة البرلمانية للاقتصاد من يومين وعم نفرجي شو هي أوجاعنا، وانا هانت مصيبتي لما سمعت رؤساء تجار المناطق. أيه. مثلا التراجع ببعلبك وصل ل 70%، وبتضل 70 ل 90% من 3 سنين لتاريخ اليوم. نعم. يعني عمليا ما بقى في قطاع تجاري في لبنان، فبالفعل القطاع منكوب، ونحن يعني الاضراب وغير الاضراب، لانه نحن بكره نطلع الى خطوات بعد اكثر ايلاما، يعني بدنا نوصل يمكن للعصيان المدني، لانه نحن مهددين بالموت الاقتصادي حقيقه بهالايام هي. طب تشكيل حكومه بغير من الواقع؟ يعني هذه فقط معالجه؟ لا، هي بدايه للمعالجه. لانه نحن بدنا نلقى الطرف خيط من شي مطرح، وبنشوف انه الانتظام المؤسساتي هو المدخل اللي لا مفر منه للانتظام الاقتصادي. لان وحده الحكومه قادره انه تعطينا الحد الادنى من الأمن، ونرجع نتفة الطمأنينة إلى نفوس المستهلكين، أكانوا لبنانيين أو إخواننا العرب. وأنا بدي هون أقول، إذا الخليجيين ما رجعوا إلى لبنان، لا خيامة اقتصادية وتجارية للبنان. يعني المعادلة هالقد سهلة صارت.
انتم شو بدكم تتحركوا؟ شو قادرين تغيروا بعد على الواقع بالواقع؟ نحن اجانب يعني كل القوى الحيه يعني الاخرى في المجتمع من احزاب ومن يعني مؤسسات ومنظمات وغيرها، نحن بدنا نطرح الصوت وبدنا نقول الآتي اعظم، وخاصه في ظل الوجود السوري الكثيف. وشفنا امبارح التكاليف، يعني التقدير هو بحدود 7 مليار، انا برايي رح يكون اضعاف الرقم هيدا اذا ما لقينا المعالجات السريعه. نحن اللي رح نعمله نساعد تحركاتنا، منا الاعلامي من خلال يعني المنبر الصديقه مثل تلفزيون مستقبل وغيرها، منا الميداني يمكن يصير في اغفالات واضرابات اخرى، ومنا مثل ما عم نقول العصيان المدني. مثلا نحن قادرين نقول انه التفقه المستحقه ب 20 تشرين الاول نحن بدنا نجمد دفعه بانتظار انه تتبلور الصوره الحكوميه. نحن قادرين نعمل الكثير، بس يعني عم نباع ظروف، لانه كل حركه من قبلنا ممكن تفاقم الوضع المالي. بس ما عم قادرين نحتمل، نحن واصلين لمشاكل كبيره من صرف جماعي وصرف افرادي واقفال مؤسسات و يعني فالصوره قاتمه قدامنا. الصوره قاتمه، ولكن ان شاء الله هذه التحركات تؤدي لنتيجه ايجابيه مش سلبيه على البلد. استاذ نقول شماس رئيس جمعيه تجار بيروت، شكرا جزيلا لك. استاذ ظافر بالوقت المتبقي يعني لدينا، هذا بعتقد اخيرا مهم، ومن الضروري والملح تشكيل حكومه لي يعني تتحمل مسؤولياتها في كل هذه الامور الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والامنيه بهذه المرحله. وللاسف ما في حدا عم بيلتفت اليوم للموضوع الاقتصادي والاجتماعي. بالزبط. في ازمه كبيره اقتصاديه واجتماعيه، هذا صحيح. هلا يمكن الهيئات الاقتصاديه بتحب شويه ضخم الامور لتقول نحن على ابواب انهيار. يمكن الارقام نعم مقلقه، كل الارقام مقلقه، كل الارقام مقلقه، وهذا بيستدعي اكثر واكثر، بحملنا مسؤوليه كقوى سياسيه انه نسهل عمليه تاليف الحكومه من دون الوقوف عند شروط من هنا وشروط من هناك، لحتى يعني تتصدى وتعالج كل هذه الازمات اللي عم بيعانيها المواطن. ايضا يعني لبنان بكل القطاعات يشعر هناك مش تخلي دول عربية عنه، لكن ما عاد الملف له أولوية، لأنه في هذا الواقع يعني وهذه التداعي. أولا هذا الواقع، الأزمة السورية هي أولوية الجميع صايرة، يعني الكل فوكس تبعه على الأزمة السورية. فهذه وحده من الاسباب يمكن اللي عم تخلينا، مشان هيك نحن مطلوب منا شيء داخلي. ايوه برجع بقول مطلوب منا اراده داخليه، ان شاء الله يكون الكلام عن هذه الاراده الدوليه لتشكيل مظله فوق لبنان دقيق وصحيح وجدي. علينا ان نلقي باراده داخليه لنكمل المظله اللي شفناها ببدايه الحلقه. امين السر العام في الحزب التقدم الاشتراكي الاستاذ ظافر ناصر، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم. للمستقبل وللمشاهدين، وشكر ايضا لكل المشاهدين يلي تابعونا. الى اللقاء.